ارتكب جريمة قتل. شو؟ حسينة. انت ذنبك انه امك حسينة. يلعب الفنان حسام تحسين بيك شخصية عبد المجيد الرجل الميسور والمستقيم الرافض للخطأ في مسلسل غفوة القلوب الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، وهو من تأليف هدي الإسماعيل وإخراج رشاد كوكش ومن إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ضمن مشروع خبز الحياة بإشراف المخرج زياد جريوس الرئيس. هو شخص اسمه عبد المجيد بيك، شخص مستقيم كتير بالحياة، ويعني ما بيحب يكون عنده أي زاحلة. طبعا ما بدي أحكي بشكل مفصل، لكن بشكل العام هو بتعرض لمفارقات كتيرة بحياته، وفي سلوك بيصير معين بغير له مجرى حياته تماما، فبيضطر على أثر المفاجآت اللي بيصير له إنه يترك زوجته، وتتغير مجرى الحياة، بتتغير عنده تماما. بس بشكل العام يعني في مفارقات كثيرة وفي مفاجآت كثيرة بتسبب له بهذا الانقلاب بحياته. عيشتيني بالقهر والنكد، كنتي كل يوم تسليني وما أعرف ليش عم تسليني. فكرة جيدة انه هي بتشغل اكبر عدد ممكن من الفنانين، بس المردود تبعها كتير قليل بالنسبة للفنانين. لازم نساهم بشكل ولا باخر، يعني نحن يعني رجعنا للجامعات والاعداد اللي بلا طعمه. ايه طبعا لازم الكل يفهم انه انا ابني طلع براءة، ولازم يحسوا انه هلا ما في ولا شيء منغص حياتي. والله شيء عجيب وشيء غريب، يعني بعد كل هاللي صار وعم يصير انت مو هكلاني هم غير العالم؟